سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول الابتدائي لمدارس معالم التربية الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع حل تدريبات درس الخروف والذئب. معكم الأستاذ نبوي عثمان. افتحوا معي الكتاب صفحة 154. واحد، أجيب السؤال الأول: أين كانت الأغنام تسير؟ أين كانت الأغنام تسير؟ الإجابة: كانت الأغنام تسير في المرعى. كانت الأغنام تسير في المرعى. السؤال الثاني: ماذا قال الكبش الخروفي الصغير ولماذا؟ ماذا قال الكبش للخروفي الصغير ولماذا؟ الإجابة: قال الكبش للخروفي الصغير: لا تبتعد كي لا يأكله الذئب، كي لا يأكله الذئب. السؤال الثالث: أين اختبأ الذئب ولماذا؟ أين اختبأ الذئب ولماذا؟ الإجابة: اختبأ الذئب خلف شجرة كي لا تراه الخراف، كي لا تراه الخراف. السؤال الرابع: ما رأيك في الخروف الصغير؟ ما رأيك في الخروف الصغير؟ الإجابة: الخروف الصغير مخطئ. لماذا؟ لأنه لم يسمع كلام الكبش. ننتقل معا إلى الصفحة التالية. اثنين، أنمي لغتي. في هذا السؤال نجد أن صيغة السؤال قد تغيرت، فهنا جاء بثلاث صور وكلمة، ونختار الصورة المناسبة للكلمة. أصل الكلمة بالصورة المناسبة: الكبش. إذا نظرنا إلى هذه الصور، أين الكبش؟ هل هذا كبش؟ بالطبع لا. هذا؟ بالطبع لا. إذن هذا هو الكبش. المرعى، هل هذا مرعى؟ بالطبع لا. هذا مرعى؟ بالطبع لا. هذا مرعى؟ نعم، هذا هو المرعى. نصل المرعى بالصورة المناسبة. نكمل: القطيع، أين القطيع؟ هل هذه الأقلام قطيع؟ لا. هل هذه السيارات؟ لا. هل هذا هو القطيع؟ نعم، نصل كلمة القطيع بالصورة الأولى. مجتمعة، هل هنا اجتماع؟ مجتمعة؟ لا. هنا مجتمعة؟ لا، بل متفرقة. هنا مجتمعة. نجد أن الإجابة الصحيحة هي الصورة الأخيرة: مجتمعة. السؤال الثالث: ألاحظ الصور وأقرأ الكلمات. الجملة الأولى: خرجت الأغنام. خرجت
الأغنام. نجد في هذه الجملة في كلمة خرجت جاءت التاء آخر كلمة وهي تاء مفتوحة، وهذه التاء تنطق تاء دائما عند الوقف وعند الوصل. 2. شجرة. شجرة، نجد في كلمة شجرة انتهت بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة مثل ما ذكرنا سابقا تنطق تاء وتنطق هاء عند الوقف. شجرة، شجرة. الجملة الثالثة، لا شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي. لا شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي. نجد في هذه الجملة لا، وهذه لا قد أخذناها في الدرس السابق والدرس الذي قبله، وهي تأتي للنفي، تأتي للنفي. السؤال الرابع، أفكر. 1. لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ الإجابة بالطبع لأنه وجده وحيدا منفردا. 2. ترى ماذا حدث للخروف الصغير بعدما أن رآه الذئب وحيدا؟ خاف وهرب، خاف وهرب. 3. أتخيل أنني رأيت الذئب يختبئ خلف الشجرة والخروف الصغير يقترب، ماذا سأفعل؟ الإجابة سأحذره من الذئب حتى يأخذ احتياطاته وليهرب بسرعة. السؤال الخامس، أحول كالمثال. أحول كالمثال، هذا السؤال يا أحبابي هو سؤال جديد. الخروف خاف، هذه الجملة حولناها فأصبحت خاف الخروف. لننظر ماذا حدث. جملة الخروف خاف بدأت باسم، بدأت باسم. كيف عرفنا أنه اسم؟ لأنه جاء في أوله ألف ولام، فإذا جاءت الكلمة وبدأت بالألف واللام فهي اسم. والجملة الثانية بدأت بكلمة خاف وهي فعل، فالجملة الأولى تسمى جملة اسمية لأنها بدأت باسم الخروف خاف، أما الجملة الثانية تسمى جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، نقول خاف الخروف. هيا بنا نبدأ بحل الأسئلة. الذئب هجم، هل هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ نعم أسمعكم، ممتازين، فعلا جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. لماذا كلمة الذئب اسم؟ لأنها بدأت بالألف واللام. طب كيف نحولها إلى جملة فعلية؟ نقول هجم، نبدأ بكلمة هجم بالفعل هجم ونضعه في بداية الجملة، ثم الذئب تأتي الكلمة بعد كلمة هجم، فنقول هجم الذئب، هجم الذئب. الجملة التالية، الأغنام تسير، الأغنام تسير، هذه الجملة كذلك جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم. ولماذا كلمة الأغنام اسم؟ لأنها بدأت بالألف واللام. نحولها من جملة اسمية إلى جملة فعلية، نبدأ بالفعل، فتصبح جملة الأغنام تسير، تصير
تسير الأغنام، تسير الأغنام. أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال السادس، أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخطي الجميل مبتدئا من السطر الأخير، وهذا السؤال قد شرحناه سابقا، فلننتقل إلى السؤال التالي. ننتقل إلى الصفحة التالية. إنجازاتي، السؤال الأول، أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة ثم أكتبها. لنقرأ الكلمات معا. حيواناتي، عن، قصصا، قصصا. أقرأ، أقرأ. الغابة، الغابة. نبدأ بكلمة أقرأ، عن، حيواناتي، الغابة، قصصا. الإجابة، أقرأ قصصا عن حيواناتي الغابة، أقرأ قصصا عن حيواناتي الغابة. السؤال الثاني، أحلل الكلمتين الآتيتين إلى مقاطع وحروف ثم أكتبهما. واحد، الكبش، الكبش. نضع في المستطيل الأول ال، والثاني المقطع الساكن كب، والثالث الحرف شو، ثم نكتبها كاملة هكذا. يسير، نضع في المستطيل الأول يا، والمستطيل الثاني سي المد مع الممدود، والمستطيل الثالث رو، ثم نكتب الكلمة كاملة في المستطيل الأخير هكذا. يسير. السؤال التالي، ثلاثة، أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ. لا شأن لك بي، أستطيع أن أدافع عن نفسي. نكتبها على الخط الأحمر مع ملاحظة الحروف التي تكتب أعلى السطر والتي تنزل أسفل السطر هكذا. السؤال التالي، الرابع والخامس، قد شرحناهما سابقا من خلال الإملاء المنظور الذي يتم كتابته بالنظر إلى الكلمات، ثم توارى الكلمات بعيدا عن الطالب، ثم يكتبها الطالب من ذاكرته القريبة. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.